احنا كان من عمال 11 عائله مشرده في ريستورون ازا جاردن احمد المقري كاين اللي جراني مدارو كان طالبوا الحقوق ديالها المشروعه اللي تقريبا مده 7 شهور ما مخلصينش وطرت تعسفي والتغطيه الصحيه. ولهذا كنادي مسير الوزير العدل يكون يتدخل في هذه القضيه لان الناس راه صافي راه تشردوا راه بقى يمشي يسعى ولا يمشي يطلبوا ولا يمشي. وصاحب جلاله الله ينصرو حنا تحت رعايه صاحب جلاله اللي يكون في هذا يدخل لنا في هذا المشكل في اخر وقت. راه مده راه حنا من تقريبا من 7 اكتوبر من اكتوبر 2007 خدام مده 12 سنه وبدو وما درنا الجميل معاه ودون نتيجه راه هو تريدو دابا الان ومخلينا مشردين مده سيمانه. حنا كنجيو كنخسروا 40 درهم 50 درهم كاين اللي المصرف ديالو باش تمو جايين وراه هذا لا الله الا لله اللهم هذا ملك حسبي الله ونعم الوكيل. تخدم في الريستو هذه 7 سنين وسبع سنين هذه ما وانا خدامه هنايا ودابا هذه 7 شهور ما خلصناش الكرام ولا الكراجر يعنينا ما لقيناش باش نصرف ما لقيش باش خلص الكرام ما لقيش ربي اللي عالم بينا وصافي. وكنطالب غير حقي ما كنطلب حتى شي حاجه من غير حقي يخلصني في 7 شهور ديالي وداك الشيء اللي بغيت ما بغات حتى حاجه بغا غير حقي وصافي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.